مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قال موسى النبي قديما أفنينا سنين كقصة. معي في الاستوديو المرنم الحل منير حبيب. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوه اللي فيك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوه اللي فيك، الحلوه اللي فيك. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا سواء عن طريق ارسال خطابات او بيتصلوا بينا تليفونيا او بيرسلوا لينا رسائل اس ام اس او بيزوروا موقعنا على شبكه الانترنت. عنوان موقعنا www.livestorytv.com. تقدر تعمل تحميل لكل البرامج السابقه، تقدر تقول لنا رايك او تكتب لنا قصه حياتك او قصه عصرتها، وممكن قصه تفوز وتبقى واحده من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة قصة حقيقية معاصرة مؤثرة جميلة بعنوان على حافة الهاوية. وهذا الاسم مش أنا اللي قلته، لكن نفس صاحبة القصة هي التي وضعت هذا الاسم، على حافة الهاوية. قصتنا النهاردة من الأراضي المقدسة، بتحكي عن أختنا المرنمة علياء حنونة، تحكي اختبارها وإزاي اتقابلت مع الرب وإزاي الرب يسوع اتغير حياتها. بتحكي بتقول أبويا وأمي اتجوزوا في عام 1981، لكن بعد ما أمي بقت حامل بيا حبلت بيا انفصلوا بعد 3 شهور، يعني قبل ما تولد أنا بفترة طويلة. لما اتولدت أمي، لأنها كانت انفصلت عن أبويا ما كانتش عايزاني، فاتولدت والناس قالوا لها، قالوا العلياء ان امك ما مسكتكيش في ايديها ولا حضنتك. على اي حال بعد الولاده تركت الام علياء ومضت، جه الاب وجيت الجده واخدوا علياء، والجده ربت علياء سنين طويله لغايه ما بقي سنها 6 سنين، ذهبت الى مدرسه راهبات ودخلت الدير حتى ما كبرت. كانت بتقول انها كانت بتكره عيد الام جدا، عشان بيذكرها من عن امها اللي ما اتصلتش بيها ولا مرة ولا سلمت حياتها ولا سلمت عليها. دلوقتي ابقى معي عزيزي المشاهد هذه الدقائق تسمع من علياء نفسها هي بتقول ايه عن الفترة دي. اسمي علياء حنونة، من مواليد 27/2/82. قصتي بتبلش من يوم ما ولدت. ابوي وامي قرروا ينفصلوا بعد اشهر من زواجهم، فامي وقتها عرفت انها هي حامل و وحاولت تتخلص مني بس ما زبطت معها. ووقتها صارت المشكلة إنه أنا أمي رفضت أصلاً إنها تاخدني، فرفضت إنها تحملني بين إيديها وقالت للدكتور ابعدها بديش أشوفها بالمرة. الدكتور ما عرف شو بده يعمل فيه لأنه لسه أبوي ما وصل ياخدني. بعد فترة صغيرة أبوي وستي إجوا وأخدوني وانا تربيت، ستي اللي ربتني وابوي واهل ابوي كلهم. وانا 6 سنين رحت على مدرسه درافات وعشت هناك لصار عمري 14 سنه. كانوا الرهبات يسموني بنت الدير لانه انا تربيت عندهم. في مره كان في عيد الام وانا من الناس اللي اصلا كنت اكره عيد الام وكنت اكره فكره الام كلها، وما كنتش اتوقع انه في مره لاهل للثقه انه تستحق كلمه ام او تستحق انه اولادها هالقد يحبوها يعني. بس بما انه انا الوحيده اللي كنت افكر في هالاسلوب في الدير، كان في عيد الام وقرر الرهبات يعملوا حفله لكل الامهات اللي حوالين الدير وللرهبات نفسهم بما انهم هم امهاتنا الوحيدات اللي حوالينا. ف بتذكر كنت انا واربع بنات، كان لازم نحكي شعر وكانت الورقه في ايدينا لانه كنا صغار لنحفظها. دخلت على القاعه وطلعت على عيون الرهبات على عيون الناس، فانا بلشت في اول سطر
وبعدين قلت وبعدين معهم هدول، خبطت إجري بقوتها على الأرض وصرت أبكي، لأنه أنا شعرت في مرارة وشعرت في وجع إنه ليش يعني هدول كلهم بعيدوا وكلهم بيقولوا كل سنة وانت سالمة لأمهاتهم إلا أنا. زي ما سمعت عزيزي المشاهد أخت المشاهدة كلمات علياء، وإزاي إنها كانت بتكره عيد الأم، وإنها في يوم من الأيام لما طلبوا منها إنها تقرأ قصيدة في عيد الأم قدام الأولاد بدأت تقرأ وبدأ جسمها يرتعش، ثم انفجرت في البكاء وتركت المكان لأنها كانت حاسة إنها غير مرغوب فيها من مامتها وما كانتش بتشوف مامتها. على فكرة بالمناسبة دي أنا قبل ما أكمل القصة، إحنا بنسمع من جانب واحد، يعني أنا بسمع من علياء، لكن لو الأم دلوقتي بتشاهدني أو قرايب الأم بيشاهدوني أنا قلبي مفتوح علشان نسمع إيه السبب اللي خلى الأم بتترك ابنها بالشكل بنتها بالشكل ده. يمكن تكون عندها صدمة، يمكن عندها شيء نفسي، أنا مش بقدم أعذار للأم، لكني أنا ما سمعتش منها علشان كده بقول بننقل من جانب واحد. اللي حصل لما وصلت عليا سن 18 سنة شعرت بحزن جديد وفكرت فعلا في الانتحار، وزي ما قالت في عنوان القصة بتاعتنا الاسم على حافة الهاوية. في يوم 30/6 سنة 2001 قررت الانتحار وصلت لربنا قالت له لو انت موجود اظهر لي ذاتك، انا كئيبة، انا حزينة، انا وحيدة. كل ده حصل لما ماتت جدتها اللي كانت بتعتني بيها، كانت بتحب جدتها جدا، كانت ترجع البيت مخصوص علشان تشوف جدتها وتحاول تهتم بجدتها. لما الجدة رقدت شعرت بوحدة وكآبة وفكرت في الانتحار. لكن اليوم اللي بعده اللي هو 1/7 سنة 2001 في صديق لعلياء اتكلم معاها عن الرب يسوع المسيح، قالت له أنا تربيت في كنيسة وفي الدير ودايما بصلي. قال لها أيوة بتصلي، بس هل ليك علاقة شخصية مع المسيح؟ قالت علياء أنه في اليوم ده دخلت واتكلمت مع المسيح ولأول مرة يكون لي علاقة شخصية معاه، واتمتع بالآية الرائعة اللي بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ارتحت وشعرت أن أنا قيمة جدا، بديت أقبل نفسي معقولة، أنا تمني غالي جدا هو دم يسوع المسيح، بديت أقبل نفسي. الشيء العجيب أن بديت أحب أمي، حاولت الاتصال بيها أكثر من مرة أمي رفضت، لكن كنت أشوفها مرات وهي بتيجي تاخد بنات أختها يعني بنات خالتي، بدأت أكلمها بالتليفون، لكن إلى هذا اليوم أمي ما سلمتش عليا وما ضعتش يدي في إيديها. علياء بعد هذا درست اللاهوت وصارت مرنمة. سأستكمل لك هذه القصة الحقيقية على حافة الهاوية بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة الحلوة مع مرنمنا الجميل منير حبيب. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. اسأل ترد عليا بوداعة مع حنية، يا وهبني حياة أبدية يا يسوع يا حبيب القلب، يا يسوع يا حبيب القلب، يا سقين الحنان والحب، يا بابا يا بابا يا بابا يا أعظم أب، يا بابا يا أجمل أب، يا حافظني في طول اليوم، يا حارسني كمان في النوم، يا منور علي الكون، يا يسوع يا حبيب القلب، مش ممكن أعيش من غيرك وتملي أحب أجيلك، مش ممكن أعيش من غيرك وانت اللي أحب أجيلك واتمتع ببركة خيرك، يا يسوع يا حبيب القلب، يا يسوع يا حبيب القلب، يا سقين الحب
الحنان والحب يا بابا يا بابا يا بابا يا أعظم أب يا بابا يا أجمل أب. رائع رائع. الله أبونا الطيب الحنون، مكتوب جميع الذين قبلوا المسيح أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. علشان كده سمعنا هذه الترنيمة، يا بابا يا أبويا السماوي يا أرق يا أطيب أب. قصتنا النهاردة بعنوان على حافة الهوية، وبتحكي إزاي تغيرت حياة أختنا علياء حنونة اللي كانت شعرة بأنها مرفوضة غير مقبولة. أمها لما جابتها ما رضتش تحضنها. وعلى فكرة في ناس قابلتهم كتير، ويمكن انت وانت يا اخويا المشاهد اختي المشاهده ما حصلش كده بالظبط معاهم، لكن ده مثال، مثال ضخم واضح يعني. لكن في ناس كتير البنت او الولد ابوه يقول له يا حبيبي انت جيت غلطه. صدقني قعدت مع شباب وشابات كتير يقولوا احنا شاعرين بان احنا مهمشين في الحياه، ما لناش قيمه، مش قابلين نفوسنا. ليه؟ البنت تقول لي اصلي ابويا وامي على طول بيقول ان احنا جينا غلطه. اقول لها يعني ايه جيتي غلطه؟ تقول يعني كانوا عاملين موانع للحمل وجينا كده، ما كانوش قاصديننا. عايز اقول لك لو انت جيتي غلطه في نظر بابا وماما، حتى لو بهزار او بجد، لكن حياتك وحياتك ليهم خطه عظيمه عند الرب. حينما تقابلت علياء حنونه مع المسيح شخصيا، كانت في دير وبتصلي دايما، بس هي اللي قالت هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني. إلى اليوم 1/7/2001 لما تقابلت شخصيا مع محبة المسيح، محبة المسيح بتغير. هقول لك بسرعة في عجالة ماذا تعمل محبة المسيح. واحد تشفي. في إنجيل يوحنا وصح 11 مكتوب كده، هوذا الذي تحبه مريض، راح الرب أقامه، شفى العازر وأقامه. تاني حاجة محبة المسيح بتغير، لأن محبة المسيح تحصرنا. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. يبقى أول حاجة محبة المسيح بتشفيكي من كل جروحك. تاني حاجة محبة المسيح بتدي تغيير. تالت حاجة محبة المسيح تديك نصرة على ضعفات الحياة. اسمع ما هو مكتوب في رسالة روميا صح 8، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. 4، محبة المسيح تديك فرح. أدخلني، نشيد الأنشادة صح 2 وعدد 4، أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. ثم محبة المسيح الحاجة الخامسة بتقدسك. يعني بتقدسك، عارف لما تكون حتة أرض كده بيرموا فيها زبالة، أرض مشاع بتاعت الكل، لكن يجي يبنوا عليها مكان بقت خلاص مخصصة. أهو أنا وأنت لما إبليس واخدنا أي تلفزيون، أي حاجة في التلفزيون، اسمع أي كلام، شوف أي علاقة، ماشي يا عم ارميك على المر إلا اللي أمر منه. لكن يوم ما تيجي للمسيح تبقى مخصص. مكتوب إنه الرب يسوع المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها. يعني لو اختبرت محبة المسيح تقول أنا مقدس، أنا ملكه هو بس. الحاجة السادسة إن محبة المسيح بتديك صداقة معاه. يا سلام على الآية الجميلة اللي موجودة في سفر الأمثال وصح 18 وعدد 22، بيقول إيه؟ المكثر الأصحاب يخرب نفسه، مع أصحاب كتير، لكن يوجد محب ألزق من الأخ. وأخيرا حتى لو زلينا، محبة المسيح بتغسلنا. في رؤيا 1:5، الذي أحبني وقد غسلنا من خطايانا بدمه. محبة المسيح بتغيرني، بتفرحني، بتصدقني. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، صلي معايا. ياللي غيرت علياء حنونة، ياللي اديتها سعادة وقيمة، اديني قيمة لحياتي. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. خلي الواحد يعني طول النهار بقى مع ركة اليوم مش فاضي يروح اجتماع، لمجرد ان هو بيقعد قدام البرنامج بيتعزى. انا واحدة من الناس بتعزى، فدي حاجة بتخليني ببقى متشجعة لاني معايا بنتين
فما بقدرش انزل اجتماعات كتير، لكن مجرد ان انا بسمع صوت دكتور زكريا مضطرية اسيب الفيديو واطلع. عايز اقولك لو انت جيتي غلطة في نظر بابا وماما، لكن حياتك وحياتك ليهم خطة عظيمة عند الرب. في عجالة ماذا تعمل محبة المسيح؟ واحد تشفي، تاني حاجة محبة المسيح بتغير، تالت حاجة محبة المسيح تديك نصرة على ضعفات الحياة، محبة المسيح تديك فرح. يا يسوع يا حبيبي الآن، يا سقيني الحنان.